اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سبوتلكس. موضوع حكي فيه كثير حساس، ونوع من يعني نوع من الرأي بالنسبه لي. وشو اسمه يعني كيف بدي اقول لكم، يعني عندنا الناس ما بعرف سبحان الله يعني اهتمامهم بقشور الدين بشكل مفرط، اوكي، وما مهتمين للاشياء الجوهريه المهمه في الدين، اوكي، بس مهتمين في القصور في المظاهر في هذا، اوكي، وبيعمل لي حاله بتاع اخلاق، هو اصلا لا له بالاخلاق ولا بشيء صراحه يعني، اوكي. وانا مش عم بعمل حالي قدوان، عندي مشاكل زي ما بتعرفوا ودائما بحكي لكم، اوكي. بس نحن بنحكي مثلا اليوم عم بقرا بخبر نازل برشا توداي، روسيا اليوم، القناه العربيه ده روسيا اليوم، اوكي، بمنشور باليوتيوب، وراح ان شاء الله اذا لقيته بجيب لكم اياه، انه بريتني سبيرز صارت، وحنا انتم بتعرفوا المغني بريتني سبيرز تبعت البوب، وهذا ايام احنا وبالروشن احنا وصغار، اوكي، بس حتى ولو اوكي، انه ابوها بعده ماسك الوصايه عليها، عم البنت صارت 39، اوكي، وانه يعني كذا، لا انه مين بعد واحد صار قده قد الجحش زي ما بنقول، اوكي، وبعده زي هيك بطريقتنا احنا الدارجه، انه كل واحد قده قد الجحش بعده ابوه وامه بده يهتموا فيه. طب انا اخي بالنسبه لي مش هيك، عشان ما حداش يجي يهاجمني، انا بحكي بصراحه، هي انا عندي ظروفي الاقتصاديه ما عم تسمح لي مثلا استقل ولا مثلا، بس اوكي، بس احنا مش انه مثلا انا ماليش راي وماليش هذا وماليش كلمه وماليش، عرفت شو؟ وبعدين اوكي هي دخلت بمشكله مشاكل انه مخدرات هيك زي ما بعرف يعني، بس انا هيك بفهم، اوكي، ما تاخذوهاش عليها يعني، اذا كان فعلا هي دخلت مشاكل مخدرات انه مشان هيك يمكن حطوا عليها الوصاية، بس الوصاية هناك يعني تحكم بممتلكاتها، تحكم بمصرياتها، تحكم بكل شيء، باغانيها، بكل شيء، تمام؟ هاي بامريكا هيك. طيب وعندنا بلبنان يمكن، انا ما بعرف اذا انت محامي اخي المستمع، رجاء تخبرنا، انا ما بعرفش ابحث في امور المحامين، في طريقه اكيد انتم ماشيين عليها، في خوارزميين ماشيين عليها بشكل ممكن، تمام؟ فلو بدي انا بحثت، بس انا احسن ما اخبص يعني، تمام؟ فالفكره وين فيها يعني، بعد ما اهتم بقشور الدين، هاي البنت شو لبست، هاي البنت شو عملت، هاي شو هالحكي الفاضي هذا، تمام؟ اخي دير بالك على حالك، هاي عم بحكوا بوصاية، يعني جايين يسكوك حريتك، ممنوع تتحرك ليمين وشمال، هالقد انت ذات براسك، انت لو تشوفوا طبيعة المعلقين الموجودين في المنشور اللي لقيته على اليوتيوب، وراح تستغرب مدى الاستغراب قديش الناس هالقد عقلها، اوكي؟ يمكن في واحد انتبه على حاله، بس لما قلت له انه في ممكن احنا عندنا بلبنان، لانه احنا بلبنان عندنا قانون مبني على النظام الفرنسي، مش ممنون مبني على قانون الشريعه زي ما انا بفهم، اوكي؟ لانه احنا مش مستنبط من الشريعه اصلا، احنا بس تاركين الاحوال الشخصيه عندنا بلبنان ماشي، يعني زواج، طلاق، ميراث، هذا هي تاركينها للمشايخ، لانه احنا عندنا طوائف في بلبنان. بس الامور الثانيه اللي هي مشتركه بين الجميع، لا مش ماشي على الشرع، اوكي؟ جاي انت بدك تعمل لي فيها دين ومدين على اي اساس؟ على اي اساس؟ مفكر كل الدنيا هي مسلمين يعني؟ وفش الدنيا غير بس انتم؟ شو؟ لا، في ناس عايشين ما بعرف كيف، سبحان الله يعني، انه وبعدين في فيديو ثاني لواحد كمان شو اسمه؟ واحد يمكن اصله سوري، اوكي، زي ما عم بفهم، اسمه بكري، وموجود في الهايد بارك في لندن، اوكي؟ جاب الفيديو الشارع، لو بتطلع مني هيك، خلينا نرمز له بهذا الألم، من هاي الجهة في هون على الطرف الشارع شو اسمه، منصة أو طاولة لحدا عم بوزع القرآن ببلاش، وهون على هذا الجزء في هيك بهالمسافة تقريبا، هذا الجزء في عندك ست عم بتحاول تبشر بالأمور الإنجيل وما بعرف شو، أوكي، وبعيد عنها لأنه هن فعلا أكيد حيتناوشوا يصير في مناظر بيناتهم، حيتطبع يعني تلقائي، وتجي اوكي، وتجي بعد بهالمسافه لحد هون تقريبا هيك، تمشي مسافه اوكي وتقرب، بدك تقرب يعني، بدك تمشي كحفله طويله عريضه، الناس كلهم هايصه، وواحد عم يعمل بيت بوكسينج، اوكي، وبتعرف البيت بوكسينج اللي بيعمل شو هالحركات هيك، والناس قاعده مبسوطه، بتحط له مصاري وهايصه، اوكي، وبيجوا تحت المعلقين تحت، شو بقول لك، اوكي، الدين وما الدين ومش عارف ايش، وهذا يا اخي طب حلمك على العالم شوي يعني، بس عشان الناس تنبسط لها شوي، اوكي، ولا هو كل شيء يعني بدك تعاد الناس بمعسكر وعسكريه طول 24 ساعه يعني، عرفت شو؟ يعني ما بعرف يعني، اوكي، بيجي واحد بيشوف في بنت هيك بدها ترقص تنبسط، هي طريقتها هيك بتنبسط لك معها انت، اوكي، يعني انت ما بتطلعوش بالعراس وتهز وتعمل حركات معينه، اوكي، عشان تعملوا لي فيها يعني، انه كل واحد هذا صار شو اسمه كل زمان يعني.
فلا عرفت شو. وبعدين انا هذيك اليوم في هذا الشيخ عثمان فاروق بنشوفه على اليوتيوب كمان شو لاحظت عليه، قال لما بشرب بيقرفص، قال هاي من السنه، هو دارس حديث انا ما بعرف شو إلها معناها، بشرب مي، لما بشرب مي بيقرفص، كل ما بشرب شربة مي بيقرفص. مع انه انا شفت شيخ ثاني عندنا بالصيدا عندنا بلبنان ما بيعملش شيء، كان بس كل ما بيشرب بيسمي عادي، وهو على الواقف هو حاسب حاله على الشوافعه يعني، حسب ما بتذكر منه. دائما بقول لك في مرجعيه بكلامي دائما يعني عشان نكون واضحين، بس ما نكون عم نكذب على حدا، كثير مهم المصداقيه. ف ما بعرف يعني مهتمين بتفاصيل تافهه طويله، شو تفاصيل كنت تافهه اوكي صراحه يعني انا قلبي بيوجعني من هالشغله. تمام، المجتمع عندنا بده يتفكك ويتحرر ويعرف انه في عنده اشياء تانية، انه التقدم مش بس مش بالعده، مش والله انا معي صار الالم هيك ولا صار بكبسه انه صوته تطور يعني كيف شو. حريتك يا اخي، حريتك هي اهم شغله، والديمقراطيه هول كثير مهمين. نحن عندنا بالشرع ما فينا خلص امر مشوره بينه، طيب اوكي طيب شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ طبعا ما فيش، البلد كبرت، هاي قصه تقعد تجيب لي ناس وتقعدهم ما بعرف شو، صعبه. ما لازم تاخذ بالشو كيف الانتخابات، ما فيش تمام ماشي. طبعا على اذا بتطلع مثلا بالنظام الايراني كيف عم بيدير الامور بتلاحظ انه شو اسمه بيختاروا المرشحين تبعون قبل ما يحطوهم للانتخابات، هاي فيها وما فيها يعني، في ناس اهل انها تصير تسوق البلد وتقود البلد يعني، هذه كمان كثير مهمه طبعا بناء على الشرع تبع الاسلام. بس انه بالاخر في انتخابات كيف، لازم يكون هذه الاشياء موجوده يعني، انا هاي صار عندي قناعه فيها شو ايه. ف يعني اهتمام بالقشور الدين على شيء ما في شيء اوكي، العدة عامل حالك شو اسمه رجال فيها يعني اوكي. المهم ما اجل اكون انا فلسطين وفلسطين عاملين فيها رجال تمام. يلا سلام، نشوفكم عن جد قبلة المسخرة، باي.